يقول متابعون للملف الرئاسي إن طرح سلة أسماء الهدف منها شطب غير المتوافق عليهم للوصول إلى المرشح الذي يحظى بالإجماعين المحلي والدولي. جمع ليكون على هامش اللجان النيابية عددا من النواب التغييريين لم يفضي إلى الاتفاق على مقاربة موحدة للاستحقاق الرئاسي. سئل نائب من كتلة التنمية والتحرير عن أسباب عدم دعوة رئيس المجلس إلى جلسات مكثفة فأجاب حتى منصير مسرحي بفصول متعددة بلا نتيجة.